تتمت اليوم فعالية منتدى المرأة العالمي الذي انعقد بدبي على مدار يومين. المنتدى استعرض فيه المتحدثون تطلعاتهم لمستقبل صناعة الطاقة وكذلك الظروف المهنية والشخصية التي ساهمت في توليهم للمناصب التي يشغلونها حاليا، كما استعرضوا حقائق واقعية فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الصناعات المرتبطة بالعلوم والتأثير الاقتصادي الإيجابي المباشر الناتج عن مشاركتها المهنية في هذا المجال. احنا اليوم بالتعاون مع شركة ايرباص لتنفيذ ورشة عمل بالفورم وومن فورم مخصص بس للناشئة من عمر 15 ل 17 لنهيئهم لعالم الطيران. عم نشتغل معهم على برنامج لنوعيهم على كيف بتتم تصنيع الطائرة وشو القطع من وين لازم نجيبها وكيف شو هن المصانع الموجودة بالعالم وكيف تجمع الطائرة. اكيد خلال هالورشة هن بدهم يركبوا طيارة وبدهم يرجعوا يخلوا الطياره تمشي على مسار بالمطار ليقدروا يصفوا طيارتهم حسب اللون اللي نحن اعطيناهم اياها. كثير حلو، نحن انبسطنا انه نكون عندنا بارت اوف ذس، نكون موجودين بهالمنتدى، لانه اللي عم يعطوا ورشه العمل هن صبايا، نقيناهم يكونوا صبايا ليتعاملوا مع صبايا. اكيد نحن بهمنا نحفز دور المرأة ودور الصبية على عمر كتير بكير ليقدروا يكونوا هن حاضرين للمستقبل، يعني هن لهم حق كمان يكونوا بعالم الطيران، عالم التكنولوجيا، عالم الصناعات، لأنه إذا ما عرفوا أنه في هي الصناعة يمكن ما يقدروا يفكروا بهالشي. طبعا نحن في مركز محمد بن راشد للفضاء حبينا ان احنا نتعدى مرحلة التمكين للمرأة وان المرأة تكون تتمكن في مجالها ونتخطى جميع المراحل والمجالات في جميع المستويات. طبعا احنا نخوض مجال الفضاء، فبالتالي نحن قمنا بعمل جهاز لمحاكاة مهمة الهبوط على سطح المريخ بناء على المشروع انطلاقا من امر سمو الشيخ محمد بن راشد اللي هو مشروع مسبار الامل. بالتالي احنا عندنا الجهاز هذا اللي هو يتمثل في مواد ومكونات بسيطه منها نحاكي سطح المريخ. يتكون الجهاز من فريزر وجهاز الضغط والساتلايت البسيط الصغير اللي نقوم من خلاله ب إحساس مقاييس مختلفة من المريخ ألا وهي الضغط الجوي ودرجة الحرارة. طبعا كما يتبين عندنا هني درجة الحرارة تنخفض تدريجيا حتى تصل إلى مختلف المستويات، فهي تبدأ في المريخ من درجة حرارة 30 في فصل الصيف إلى حد 160 في السالب درجة مئوية، والضغط وهو ثابت على سطح المريخ 600 باسكال